تحت الضغط. هتروح تسمعي أغنية وترجع لنا تاني. تعالى يا يوسف مكاني. بعدين واحنا مدبسين يوسف في تحت الضغط كده، يعني يوسف اوريدي متوتر جدا وانت وافقت وقتها. بص، الاسئله مش صعبه يا يوسف خالص، ولكن محتاجه منك بس شويه تركيز. ركز هتجاوب. اتفقنا؟ شوف رنا اخبارها ايه. تمام. تحت الضغط كاونتر. تقع جزيره امنه في احد البحار الرئيسيه، فما هو؟ بحر الكاريبي. غلط. كم عدد ألوان علم دولة أيسلندا؟ 3. صح. من هو ملحن أغنية أهواك لعبد الحليم حافظ؟ محمد عبد الوهاب. صح. عن أي دولة أوروبية استقلت موريتانيا عام 1960؟ فرنسا. صح. بيت من لحم هي مجموعة قصصية لأديب مصري راحل، فمن هو؟ أحسان عبد القدوس. غلط. ما هو العدد الذري لعنصر النيتروجين؟ 7. صح. في عهد أي حاكم تم افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة عام 1891؟ ليو إسماعيل. غلط. من قام بدور كريمة في مسلسل ليالي أوجيني؟ بص، مش وحش، كان ممكن تعمل أحسن من كده بس مش وحش. تمام. فضل 4 من 8. آمنة هتبقى في الكاريبي، دي كلمة عربية. طيب سليم، عايزين رنا تنضم لينا، بس شايف ممكن تعمل احسن كمان، بس مش وحش. يا رنا، عايز تعرفي يوسف عمل ايه ولا لا؟ لا. طيب انا هقول لك بس معلومه واحده، انا قلت 8 اسئله من 10. تمام. اوكي. تحت الضغط كاونتر. تقع جزيره امنه في احد البحار الرئيسيه، فما هو؟ البلطيق. غلط. كم عدد ألوان علم دولة أيسلندا؟ أيسلندا 2. غلط. من هو ملحن أغنية أهواك لعبد الحليم حافظ؟ بوس. عن أي دولة أوروبية استقلت موريتانيا عام 1960؟ فرنسا. صح. بيت من لحم هي مجموعة قصصية لأديب مصري راحل، فمن هو؟ بوس. ما هو العدد الذري لعنصر النيتروجين؟ النيتروجين 7. صح. في عهد أي حاكم تم افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة عام 1891؟ إسماعيل. غلط. من قامت بدور كريمة في مسلسل ليالي أوجيني؟ نيلي سمي. غلط. بوس. يقع خزان اثنين من تمانية واربعة من تمانية. أنا أقولك حاجة، أنا مش بلومك، بس الحقيقة صعب قوي حد يبتدي المباراة بتاعت الضغط. لازم الأول نبتدي نقعد على الكرسي، نكتسب شوية ثقة، ندخل في المود، بس نبتدي بتاعت الضغط مرة واحدة دي صعبة شوية، فمش بلومك عشان كده، معلش، حصل خير. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. جزيرة آمنة في البحر الأحمر. السؤال الخامس، بيت من لحم ليوسف إدريس. والسؤال الثامن، اللي عملت دور كريمة في ليالي أوجيني أمينة خليل. وسؤال، في عهد أي حاكم تم افتتاح حديقة الحيوان سنة 1891، كمين بقى؟ كان الخديوي توفيق ساعتها، صح؟ أيوة. هارد لك. كلنا حي يوسف ورانا، رانا ويوسف. طبعا النتيجة اتغيرت. معلش يا رنا، كنتوا 65 وإجابتين صح، بقيتوا 75. يوسف 30 و4 إجابات ب20 نقطة و10 نقط هدية، بقيتوا 60. لو كسبتوا ضربات الجزاء تتقدموا لأول مرة، وطبعاً 75 و25 100 نفس قبل الفقرة الأخيرة.